منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر، والجيش يعمل لحصر المسلحين الإرهابيين في جرود عرسال وإبعاد أي مواد حيوية عنهم. فبعدما كان حاجز للجيش قائما في منطقة وادي عطا، سيطر الجيش على تلة الحصر منذ أسبوعين تقريبا. ويوم الثلاثاء تمكن الجيش من وضع حاجز له عند نقطة الحميد وأخرى في المصيدة، ليغلق على نحو شبه كامل الممرات التي كانت المجموعات الإرهابية تسلكها للوصول إلى الجرود. تطور كيف يقرأ عسكريا؟ الخطة الحالية اللي عم يتبعها الجيش مشكورا بإمكانياته المحدودة. جواب كمان على سؤالك، الجيش عم بيتقدم جيدا، إنما هل هذا كافي؟ الجواب لا. نحن قادمين على فصل الشتاء. أنا ما بعتقد أنه هذه المجموعات ستبقى حيث هي، وحتى إذا ضيقنا عليها الخناق والحصار لن تبقى حيث هي، ستقوم بعمل عسكري ما، وهو المتوقع هجوم أو الخروج من هذا الواقع والهجوم على منطقة البقاع. يسبقها قصف بالصواريخ على عدة قرى، مثل راس بعلبك، مثل اللبوة، مثل القاع، مثل الفاكهة، مثل جونين، وأنا أتوقع هجوم. السؤال، هل هذه الحواجز اللي عم بينصبها الجيش تمنع الهجوم؟ الجواب لا، الحواجز بتمنع المرور والتسلل، إنما إذا قررت هذه المجموعات القيام بهجوم، أنا بعتقد الحواجز مش هي المانع لهذا الرجل. بين عرسال البلدة وجرودها أراض زراعية هي مصدر رزق لأصحابها اللبنانيين، ولكن الجيش عمد إلى منع مرور أي شخص سوري إلى الجرود، إذ لا هدف لذلك سوى الوصول إلى مكان انتشار الإرهابيين. أما المزارعون اللبنانيون فيتم التدقيق في حمولاتهم منعا لنقلهم مواد غذائية أو محروقات أو أسلحة إلى المجموعات المسلحة، تصرف دفع بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عددا من المواطنين إلى قطع طريق عرسال قرب المستوصف، رفضا لعدم سماح الجيش لهم بإدخال مادتي المازوت والبنزين باتجاه الجرد حيث يتمركز المسلحون. هلا بتضعفوا إلى حد ما، بس ما عم تقدر حتى هذه الساعة، مثل ما قلت لك في كذا ألف ربطات خبز عم تنطلق كل يوم، في ناس مين اللي عم بيقوم فيها؟ أو سوريين من عرسال، أو بعض أبناء أهل عرسال، أو المجموعات المسلحة اللي عم تفوت على عرسال عم ترجع تطلع. إذا وجود الحواجز بتضيق عليهم، إنما يمكن ونحن على مقرب من فصل الشتاء تسرع بعد ما يشعروا فعلا بضيق، وإذا الجيش السوري من ناحيته ضيق عليهم حتما بدهم يلاقوا منفذ ما. يجب الاستعداد لإمكانية هجوم لهذه القوى على القرى في منطقة البقاع، سواء كانت هذه القرى شيعية سنية أو مسيحية. يسأل العميد الركن ما المانع من تفعيل معاهدة الدفاع والأمن بين لبنان وسوريا، وطلب الجانب اللبناني إلى الطيران السوري القضاء على الإرهابيين في أماكنهم، ومنع حدوث معركة جديدة على الأراضي اللبنانية وبدماء عناصر الجيش. لماذا الانتظار ما دامت الأفعال كثيرة والمطلوب واحد؟ رشا الكرم، قناة الجديد.